أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الخامس من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم الإيمان وأيضاً بيان صحة الحروف التي تميز الحروف المفردة. أحكام الإيمان في الإسلام. اليمين عزيزي الطالب من الأساليب التي يستخدمها الإنسان في إثبات كلامه وتوكيده، وقد بيّنت الشريعة الإسلامية أحكام الإيمان وضوابطها. مفهوم الإيمان هو جمع يمين، وهو الحلف أو القسم بالله تعالى أو باسم أن أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا على أمر معين توكيدا له. وقد أباح الإسلام الحلف واستخدمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، من ذلك قوله لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. إذن أنواع يمين الإيمان وأحكامهم. أنواع اليمين: اليمين المنعقدة، اليمين المغموس، واليمين اللغو. اليمين المنعقدة هو الحلف الذي يقصد به الحال في القيام بفعل المحلوف عليه أو الامتناع عنه في المستقبل. أيضا مع وجوب الوفاء بهذا اليمين، إلا أن من حلف على فعل الشيء أو تركه وكان الحنث خيرا من البقاء على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. اليمين الغموس هو الحلف الكاذب المتعمد على أمر حدث في الماضي، كمن يحلف أنه لم يأخذ مالا من زميله وهو الحقيقة في الحقيقة قد أخذه، أو حلف يمينا بها شهد بها زورا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم. أيضا اليمين اللغو وهو الحلف الذي يجري على ألسنة الناس من غير قصد، أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحا فيظهر خلاف ذلك، كان يقول شخص لصاحبه تفضل فيقول لا والله بغير قصد اليمين فيضر عليه بالدخول فيدخل، أو أن يقول شخصا والله إني رأيت زميلي يوم أمس. كفارة اليمين: تجب كفارة اليمين على كل من حلف يمينا منعقدة وحنث بها، أي فعل ما يخالفها، أو من حلف كاذبا يمينا غموسا. فكفارة اليمين هي التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو ما يعادل ذلك نقدا أو تحرير رقبة. فإن لم يجد الحالف عجز عن فعل واحد من الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام ولا يشترط في صيامها التتابع. أيضا إذا قسم المسلم على أخيه أن يفعل أمرا ما أو أن يتركه فيستحب أن يبر الأخ بيمين الحالف. ما لم يكن يمين معصية، على البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إبرار المقسم. أيضا ولو أن الشخص المقسم عليه لم يستطع إبرار من أقسم عليه فلا كفارة على أي منها. إذا عزيزي الطالب، كما قلنا أنواع اليمين هما اليمين اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة. وكما قلنا مفهوم الإيمان هو جمع يمين، والحلف وهو الحلف أو القسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا على أمر معين توكيدا له. وقلنا أنه قد أباح الإسلام الحلف واستخدمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه عندما قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ألا يحرف الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ويكره للمسلم الإكثار من الحلف لو كان صادقا. التلاوة والتجويد: تفخيم لام لفظ الجلالة الله وترقيقها. لام لفظ الجلالة الله تأتي تارة مرققة وتارة تأتي مفخمة بحسب موقعها، تفخم إذا ابتدأ بها أو سبقت بفتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. الفرق في نطق اللام لفظ الجلالة في المواضع الآتية: تقعر اللسان عند نطق اللام المفخمة، وعدم تقعر اللسان عند نطق اللام المرققة. عند نطق اللام المفخمة يتشكل تقعر في وسط اللسان ويضيق الحلق، أما إذا نطقت مرققة فلا يحدث تقعر في اللسان. لفظ الجلالة الله تفخم في 3 حالات: هي إذا سبقت بحرف مفتوح، وإذا سبقت بحرف مضموم، وإذا كان ابتداء التلاوة بلفظ جلالة الله. عزيزي الطالب، لفظ جلالة الله ترقق إذا سبقت بكسر نحو قوله تعالى: ما يفتح الله. أيضا عزيزي الطالب، هناك أحكام لألفاظ الجلالة
وعليك أن تبين سببها، وهي في سورة هود، عليك أن تقوم بقراءتها وتستخرج أحكام لفظ الله وبيان السبب مع ذلك. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.